بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات وبما يرضي رب العالمين. اليوم إن شاء الله وكما وعدناكم عندنا درس البخور البيشي. البخور البيشي كما نعرف هو بخور من أروع أنواع البخور الجنوبي، وهو غني عن التعريف. نبدأ على بركة الله. في البداية عندنا الدقة البيضة، لابد تكون دقة بيضة إذا كنا نريد أن يكون البخور البيشي من النوع الأشقر زي هذا النوع. إذا كنا نبغاه مثل يكون معمول لونه أسود مثل الدوسري، نقدر نستخدم الدقة العادية ونستغني عن الدقة البيضة. بالنسبة للدقة البيضة سريعا، عندي لكم مفاجأة بإذن الله تعالى نهاية الفيديو، راح أخبركم عن شيء يخص الدقة البيضة، فانتظروا نهاية الفيديو وبإذن الله تعالى هذه المفاجأة ستسعد الجميع. عندنا أيضا الجاوي الأحمر، عندنا الجاوي الأحمر، عندنا المستكة، وعندنا الصندل الأصلي كلها طبعا مطحونة، وعندنا هنا جمعت بين الشيبة والهيل الحبشي، كميات متساوية طحنتها مع بعض وأخذت منها النسبة اللي مكتوبة في صندوق الوصف. بالنسبة لصندوق الوصف اللي يسألوا دائما، أحيانا البعض يقول أنت تنزلي فيديو لكن ما تنزلي الوصفات. أنا لا يمكن أني أنزل أي درس إلا وصفته معه، فالوصفة تلاقوها تضغطوا على العنوان، عنوان الفيديو، وتطلع لكم كلمة المزيد تلاقوها صغيرة، تضغطوا عليها تفتح لكم قائمة فيها الوصفة كاملة من مقادير وأسماء. عندنا هنا صبغة الزعفران الغذائية، صبغة زعفران غذائية. عندنا هنا أيضا الزيوت مخمرة لمدة أسبوع كامل، الزيوت طبعا مكتوبة في صندوق الوصف أيضا. عندنا هنا الصمغ العربي، وكما تلاحظون هنا شعيرات الزعفران الطبيعي، أنا وضعت معه زعفران طبيعي وهو كما ترون مركز، راح نخففه بإذن الله تعالى أثناء الاستخدام بمنقوع القرنفل. هذا منقوع القرنفل راح نستخدمه بإذن الله تعالى معه. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في البداية، راح أخذ الموقد، عندي هنا الموقد. بسم الله الرحمن الرحيم، وراح أضع عليه القدر، قدر صغير. إن شاء الله يكون كل شيء واضح لكم. وراح أضع فيه الزيوت العطرية، طبعا الحرارة تكون هادئة جدا، الحرارة لابد تكون هادئة جدا، ما نبغى الزيوت ترتفع حرارتها أكثر من 35 درجة مئوية، 35 درجة مئوية إلى 40 ونوقف، يعني مجرد لو تمسكيها في يدك ما تتأثر يدك فيها، فنبغى مجرد تسخين للزيوت العطرية. انتبهوا تكون النار قوية فتحترق عندكم الزيوت وتتأكسد وتعطيكم رائحة غير مستحبة. نضع الزيوت في القدر، زيوت كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ طبعا منها الربع، ناخذ من الزيوت الربع فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، نضع الباقي، اخذنا الربع من الزيوت نتركه جانبا ونسخن الزيوت حتى تكون ساخنة فقط، ساخنة فقط بهذه الطريقة. ممكن في هذه الأثناء تحطوا له مثبتات
الزيوت اللي احنا نستخدمها هي زيوت ذات عمر طويل، لذلك لن نحتاج الى مثبتات في هذا البخور. والحرية لكم حرية اختيار المثبت اللي حابين تحطوه او انكم تكتفوا في الزيوت. نسخن الزيوت، الان اصبحت ساخنة، خلاص نقفل على الغاز او النار ونضيف المواد بالتدريج. في البداية راح اضيف المستكة. انتبهوا من اضافة المواد، اذا كان الزيت حار راح تتكتل لكم، اذا كان الزيت حار راح تتكتل، فانتبهوا من هذه النقطة. نضيف الجاوي، نحرك، شايفين ما في اي تكتلات لان الحرارة هادئة جدا. نحرك، نضيف المنكهات اللي هو الهيل والشيبة. نحرك، انا راح اخذ ملعقة واحدة فقط من الدقة اللي عالجناها. طبعا الدرس موجود في صندوق الوصف، اللي حاب انها تطبق الدرس اذا ما كانت طبقته راح اخذ ملعقة واحدة فقط، تقريبا تساوي 10 جرام. 10 جرام راح اضعها معه للتنكيه. وممكن انك اذا كان عندك عود طبيعي ممكن انك تستخدمي العود الطبيعي، اما عود طبيعي او الدقة اللي احنا عالجناها. ان شاء الله يكون الدرس واضح وسهل. الان نبدأ في اضافة باقي المواد. نضيف في البداية الصبغة. الصبغة بالامكان استخدامها مع الصبغ العربي، لكن انا راح اضع كمية بسيطة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي قاعدة البخور، هذه هي القاعدة العطرية للبخور. الآن نبدأ في إضافة المواد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في إضافة المواد بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أضفتها كلها لأني عارفة النسب اللي أنا حاطتها، لذلك وضعتها كلها اختصار للوقت فقط حتى ما أطول عليكم. نحرك بهذا الشكل، نحرك. شايفين أنا أستخدم يدي، هي دافئة فقط ما فيها أي حرارة، هذا هو اللي نبغاه. نحرك حتى نتأكد إن الزيوت تشربت المواد الجافة بشكل كامل. إذا تأكدنا إنها تشربت الزيوت بشكل كامل، هنا نغطي عليها ونتركها أطول مدة ممكنة، ممكن يومين، 3 أيام، أسبوع، نتركها وكل يوم نجي ونحركها باليد بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، ثم نكمل باقي شغلنا بإذن الله بعد يومين أو 3 أيام أو حتى أسبوع، وكل ما تركتيها مدة كان أفضل. نعود إن شاء الله للدرس بعد ما نترك دقتنا تتخمر بخلاصة الزيوت العطرية. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بعد ما تركنا بخورنا يرتاح ويتشرب الزيوت العطرية. طبعا أنا نسيت إضافة مهمة جدا في البخور،
في البخور البيشي، إضافة مهمة جدا في الضفور البيشي وفي البخور عفوا البيشي، وهو إضافة الضفور، الضفور المعطر، وهي إضافة الضفور المعطر. بس ما في مشكلة، لأن الضفور اللي عندنا معطر وجاهز فراح نستخدمه في هذه المرحلة، ما في أي إشكالية بإذن الله تعالى. نضيف كمية من الضفور المعطر والمعالج، كمية أنا كتبت لكم الكمية، أنا بالنسبة لي ما راح أضيف كمية كبيرة، لكن الكمية المطلوبة أنا كتبتها لكم في الدرس، ونتقيد فيها بإذن الله تعالى. الآن نحرك الضفور مع المواد الجافة، مع الزيوت، نحركها بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماما. الآن نبدأ في إضافة ماء منقوع القرنفل مع الصمغ العربي، راح أخفف الصمغ العربي في منقوع القرنفل. نأخذ كمية بسيطة من الصمغ العربي، كمية، ونخففه لأنه هذا مركز فلا بد من التخفيف. أنا وضعته في صحن المستكة. الآن نخففه في منقوع القرنفل، شيء بسيط فقط. حرك، نمزج المكونات مع بعض حتى تمتزج، ثم نبدأ في إضافتها للبخور. هذه الزيوت اللي تركناها نتركها حتى يجف البخور ثم نشربها بإذن الله تعالى، نشرب فيها بخور. نبدأ في إضافة الصمغ العربي بهدوء وتأني. نبدأ ناخذ جزء جزء، ما نعمله كله في الصمغ العربي، لا ناخذ جزء بسيط ونبدأ نشكل. ليش؟ لأنه هذه الطريقة، طبعا إذا كانت كميتك صغيرة مثل كمية عينة التدريب هذه، ممكن أن نضع الصمغ العربي بالكامل مع هذه ونحركها مع المواد ونحركها ثم نبدأ في تشكيل البخور. لكن إذا كانت عندك كمية تجارية كبيرة، فالأفضل أنك تأخذي جزء جزء، وذلك حتى ما تتعبي في التكوير، لأن أحيانا يحصل أي ظرف طارئ، يحصل أي ظرف طارئ لك ما تستطيع أنك تكملي التكوير، فلو تركتيه بعد إضافة الصمغ العربي راح يتماسك وصعب أنك تشكليه. نأخذ زي ما قلنا جزء بسيط، هذا إذا كانت الكمية كبيرة. نأخذ ثم نبدأ في تكوير البخور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في تكوير بخورنا، ما نبالغ في إضافة الصبغ العربي ولا نقلل، يكون هناك اتزان بين الإضافة والمواد حتى يكون نحصل على قوام التشكيل المطلوب. هذا هو، نضع في الصحن ونكمل باقي التشكيل. نكمل باقي التشكيل بهذه الطريقة. إذا شفتوا أنه جاف شوي زيدوا من الصمغ العربي وحاولوا تضغطوا بهذه الطريقة حتى يتماسك معنا المعمول. نكمل على هذه الطريقة وأعود لكم بعد ما نشكل البخور بالكامل.
هذا هو بخورنا بعد ما شكلناه بالكامل زي ما انتم شايفين. نتركه لمدة يومين إلى 3 أيام حتى نتأكد بأنه جف تماما، ثم نسقيه باقي الزيوت العطرية. بعد أوريكم بس بعد ما شكله بعد ما يكون جف. هذا هو شكل البخور بعد ما يجف، نفس اللي عملناه الآن مع بعض. هذا هو الشكل النهائي للبخور. طبعا نسقيه باقي الزيوت العطرية. طبعا زي ما انتم شايفين هو رويان من الزيوت العطرية، بس نسقيه في الزيوت العطرية الباقية ونخمره لمدة شهر كامل ثم يستخدم. ان شاء الله يكون الدرس واضح وسهل ومفهوم. وبالنسبة لدقة الدقة البيضاء اللي انا قلت لكم ان هناك مفاجأة نهاية الفيديو، ان شاء الله تعالى اذا وجدت تفاعل في القناة راح اعلمكم طريقة تقوموا فيها بتصنيع الدقة البيضاء بانفسكم. يعني ما راح تحتاجوا تشتروا الدقة البيضاء ابدا، لكن ان شاء الله اني الاقي تفاعل، لان حقيقة انا اتعب جدا في القناة في تنزيل الدروس وفي اعطاء المعلومات كاملة، لذلك احتاج منكم الدعم والتحفيز حتى استطيع اني اعطيكم اكبر قدر من المعلومات اللي عندي. استودعتكم الله، واراكم في الدرس القادم بحول الله وقوته.